دكتور حسن العصفور، انا عارف ان انا مسهرك بعد 10 مساء وده شيء صعب جدا، فانا عارف ان انا ليا عشم وخواطر وكده. هنا هرجع على دكتور حسن كاف محلل، كمفاوض مش بس كوزير مفاوضات، وزي ما انا ذكرت كاحد مهندسي اوسلو 93. اولا كيف رايت هذه الزاويه المصريه اليوم وهي مرافعه مستشاره ياسمين موسى امام المحكمه؟ ومن ناحيه ثانيه الى اي مدى نستطيع بشكل ممكن يتبني على فترات او على خطوات ان نعيد احياء اوسلو 93 مره ثانيه؟ طيب دعني في البدايه ارحب بك وبالدكتور وبالمستمعين ونترحم جميعا على شهداء الشعب الفلسطيني الله يرحمهم جميعا اللي بيدفعوا ثمن يعني في وضع غير طبيعي، خليني اقول، وربما الاول من نوعه من حيث الحجم والشكل والتوقيت. المحكمة بحد ذاتها، محكمة العدل الدولي بمجراها العام، هي تعتبر يعني بعتقد انه احد الادوات الهامة جدا التي تعيد فضح دولة الفاشية اليهودية قبل ان تعيد توضيح القضية الفلسطينية. احنا بنخوض صراع مركب بين انه تواجه دولة فاشية بالمعنى الكامل، وكان العالم غير مقتنع بما نقول ان هذه دولة فاشية، ويتهمون انه انتم عنصريين وكذا وكذا. طلعت دولة عنصرية، فصل عنصري وفاشية، وجرائم الحرب التي ترتكب مثل ما قال بعضهم لم ترتكب بالحرب العالمية الثانية. لذلك المحكمة بذاتها بكل ما بها هي تمثل نصر سياسي قانوني للشعب الفلسطيني. وبعتقد أنه أعادة الاعتبار لمجمل قوانين سواء القانون الإنساني أو الشرعية الدولية أو القانون لحقوق الإنسان وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى طاولة البحث، وأكدت للعالم بدون استثناء عدا الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان اليوم شاذ وقزم. أول مرة تشعر بمندوب أمريكي أنه قزم وهو يتحدث أمام، لأنه شعر أنه شاذ، يعني حتى عكس مجلس الامن بتكون مندوب بتحكي كانها مرتاحه امام 15 حدا فيتو. بس هو اجى اليوم يتكلم ويرى نفسه انه غريب خارج عن السياق الدولي تماما، يعني مش جو المحكمه، وحكى كلام يعني ساذج انه يا بدناش نحكي عن انسحاب فوري وهو في احتلال ابدي مثلا، يعني حتى طريقته في التعبير بتحس انه طفل مدرسه. وكان سوء حظه انه كان سبقته ممثله مصر. لأن شخصيا بعتقد أنه بشكل عام كل المداخلات، أنا استمتعت على الصعيد الشخصي تابعت كل المداخلات، يمكن من القلائل أن أتابع مداخلات بهذا الطول بطول اليوم، يعني عدد هائل مداخلات بشكل عام قدمت خدمة للقضية. ولكن الممثل المصري اليوم بصراحة أنا شخصيا أعجبت بحضورها، خلينا بعيدا عن النص، النص الكثير من الكلام تجده إلى حد كبير، ولكنه عبرت عن الشخصية المصرية، خلينا أقول اللي أحيانا بتلاقيها بتفلت. دلال اليوم دلال هي موسى بس مش عارف اسمها الأول، ياسمين موسى، ياسمين موسى، ياسمين موسى كانت يعني شخصية أعطت قيمة للنص. في مرات النص بيعطي قيمة للشخص، هي أعطت قيمة للنص، وهي مهمة جدا في سيكولوجيا المخاطبة أمام محكمة بهذا القيمة. واعتقد انه احنا اليوم يعني بكره هنتفرج على سيناريو بتلاقي مختلف. انا منتظر اسمع الرد الاسرائيلي بصراحه، يعني مندوب الامريكي كان هزيل الى درجه مضحكه، يعني لا يوجد عنده بند قانوني واحد اللي يبرر فيه دفاعه عن دوله الفاشين. بكره مش عارفين كيف بده يكون. لذلك انا بتصور انه هاي المحكمه هي طبعا كان القرار في امم المتحده جمعيه عامه، مش يعني الجمعية العامة اتخذت بالأغلبية، التصويت كان عالي جدا لمصلحة الرأي الاستشاري لماهية الاحتلال. لذلك هو قال الأمريكي أرجو أن المحكمة تصدر قرار استشاري بأن تنهي الاحتلال أو تؤدي إلى الانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة. بده يعطي الاحتلال إلى أن تقرر أمريكا عكس ذلك. بتصور إحنا داخلين في مرحلة إعادة فضح جوهر الاحتلال من حيث الفصل العنصري، من حيث مخاطر الضم، دور المستوطنين ونحكي عنه في أكثر من مداخلة بالمناسبة، وطبيعة الجرائم التي ترتكب، وربط
كل القضايا بالأخير بتلاقيها كلها جرائم حرب، من الفصل العنصري إلى الممارسات كلها بتوصلك إلى أنه إحنا داخلين على دولة ترتكب جرائم حرب مع إبادة. بعض الدول استخدمت تعبير الإبادة الجماعية، أكثر من دولة استخدمت هذا التعبير إلى جانب جرائم حرب. الفصل العنصري كانت هي الكلمة العامل المشترك في كل المداخلات عدا الأمريكي، كل من تحدث أمام المحكمة تحدث عن الفصل العنصري، البعض تحدث عن الإبادة، البعض تحدث عن جرائم، ولكن بشكل عام كان كلمات بعتقد أنها نصر قانوني سياسي للشعب الفلسطيني.